السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها فأنت وليها ومولاها. أصدقائنا وشركائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بكم. رجعنا لكم تاني في حكاية من حكاياتنا المتجددة اللي دايما بنستمدها من اتصالاتكم واستفساراتكم اللي دايما بترد لينا على صفحة القناة. وفي الحقيقة النهاردة وردت لينا على مجموعة من الفيديوهات السابقة، يمكن حتى التعليقات كانت على فيديوهات لا تتعلق بالموضوع، وهو موضوع الإفراج والعفو الرئاسي. دايما أسئلة كتيرة وردت عن، كنا بنرد عليها بشكل فردي، لكن لما لقيت الأسئلة اتكررت فقلت أعمل فيديو توضيحي أحاول ألم فيه قدر الإمكان كل ما يتعلق بإجراءات العفو الرئاسي ومكان التقديم والإجراءات والمناسبات اللي بيتم فيها العفو الرئاسي والإفراج الشرطي وغيره. فقبل ما نتكلم عن الموضوع والإجراءات والشروط والكلام ده كله، ياريت فضلا وليس أمرا لو لسه حضرتك مشتركتش في القناة تدعمنا معنويا وتفعل زر الجرس وتتصدق علينا بأي لايك، لأن اللايك هو اللي بيرفع الفيديوهات في محركات البحث، وعشان الفايدة تعم على الجميع. وندخل في الحكاية على طول. في البداية عاوزين نعرف ايه المناسبات اللي بيتم فيها العفو الرئاسي. احنا النهاردة بنتكلم على داخلين ان شاء الله على عيد تحرير سيناء، وداخلين على شهر رمضان الكريم، داخلين على عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات. أهم المناسبات الدينية والقومية اللي بيتم فيها صدور عفو رئاسي عن نزلاء السجون وبعض المحكوم عليهم بعقوبات معينة. نيجي 25 يناير، ده من ضمن المناسبات اللي بيتم الإفراج صدور عفو رئاسي فيها، عيد تحرير سيناء، عيد الفطر، عيد الأضحى، ممكن في شهر رمضان، وأي مناسبة قومية بتراها القيادة السياسية مناسبة لمراجعة أحوال أو العقوبات أو المدد المحكوم بها لنزلاء السجون، بيتم اللي تنطبق عليه الشروط بيتم صدور عفو رئاسي بشأن. طيب حضرتك عندك نزيل معين في احد السجون وعاوز تعرف الراجل ده له عفو ولا ملوش وايه اجراءات خروجه بشكل عام، عشان ما حدش يشتغلك، حدش يقول لك اخد فلوس واسطة والكلام ده كله. برضو كان حد سألنا على الصفحة بيقول في واحد طلب منه فلوس وقال له انه هيتوسط والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله مش مظبوط، وبيتم الإفراج وفق معايير معينة محطوطة مصلحة السجون حطاها ولجنة العفو الرئاسي حطاها، وشروط لازم تنطبق على النزيل عشان نقول إن الراجل ده له عفو رئاسي أو غيره. طيب أنا بنصحك قبل ما تتكلم في عفو ولا غيره، عاوز تعرف النزيل أو الراجل اللي هو زويك اللي هو محبوس أو مسجون أو مودع في أحد السجون، تروح المكان أو السجن التابع ليه اللي هو محتجز فيه وتعمل حاجة اسمها استعلام رسمي. استعلام رسمي ده بيبين لك اسم برقم القضية بتاريخ الدخول بالمدة المحكوم بيها بالعفو، إذا كان له عفو له إفراج، كل الكلام ده كله هتلاقيه موجود في الملف. حتى لما أنت تسأل وتطلع استعلام رسمي، لو في ورق ناقص، لو في أي حاجة مالية تتعلق بالراجل ده لما يجي يخرج، انت هتكون على علم بيها وتقدر تتداركها. يعني الاستعلام الرسمي ده اول الخيط اللي هو تقدر تبدأ فيه موضوع البحث عن العفو من عدم. حضرتك عملت الاستعلام الرسمي، بتتوجه للجنة العفو الرئاسي. اللجنة دي موجودة في 57 شارع مصدق، دي موجودة في الدقي بمحافظة الجيزة. يعني لو حضرتك جاي من أي أقاليم، لو حتى مش موجود في القاهرة، لو جاي من الأقاليم بتركب المترو
تنزل محطة الدقي، تسأل على شارع مصدق، تطلع الدور السادس، بتلاقي عفوا لجنة العفو الرئاسي، بيكون التقديم برقم القضية فقط، وأي حد ممكن يروح معاه رقم القضية بيقدم طلب العفو الرئاسي. يعني الموضوع سهل ومش محتاج تعقيد ولا محتاج ان انت تكلف نفسك ولا غيره. كل القصة مشوار برقم القضية، بتروح تقدمه في لجنة العفو الرئاسي وهم بيجيبوا الملف. وعلى فكرة مصلحة السجون برضو اللي انا اعرفه ان هي بتراجع الملفات اللي له عفو، لان الموضوع ده موضوع دوري زي ما احنا قلنا في المناسبات، دايما بيطلب من مصلحة السجون عدد كشوف باللي تنطبق عليهم الشروط. ايه الشروط؟ اهم حاجة انه يكون حسن السير والسلوك وما يكونش خطر على الامن العام، وان يكون الملف بتاعه بيقول ان الراجل ده تم تأهيله بشكل يعني يقدر يتواكب مع المجتمع وما هوش خطر على المجتمع في الفترة القادمة. يبقى حضرتك رحت قدمت في لجنة العفو الرئاسي. طيب اللي يروح يقدم في لجنة العفو الرئاسي مين؟ ما تروحش يكون حد عنده تحقيق وتروح تقدم له العفو الرئاسي، ما حدش يكون عنده محتجز حبس احتياطي وتروح تقدم له عفو رئاسي، لان الكلام ده بينزل على السيستم تيجي بعد كده تقدم، ما ينفعش. يبقى لازم ان يكون حكم، وحكم حضوري، وان الراجل بينفذ، يعني الراجل بينفذ فعلا العقوبة. حد هيقول لي معرفش، يقول لك الجنائي والسياسي، مفيش حاجة اسمها جنائي والسياسي، كل اللي هتنطبق عليه الشروط بيخرج، لا في لا تفرقة لا ما بين جنائي ولا من سياسي، الملفات كلها بتتراجع، واللي بتنطبق عليه شروط حسن السير والسلوك، مش خطر على الأمن العام، الكلام ده كله بيخرج، ما عندوش أي التزامات مالية مطلوبة منه، لأنه لازم قبل ما يخرج لو في عليه أي التزام مالي بيسدده. تقديم في لجنة العفو الرئاسي بيتم مرة واحدة، ومش شرط الصفة في تقديم الطلب. ولو اترفض الطلب لا قدر الله، وانت عرفت ان حضرتك في حد في نفس الظروف ونفس يعني قضية مشابهة لنفس القضية بتاع الزويج، ممكن تعمل تظلم التظلم لرئاسة الجمهورية، او لو وصل الموضوع بقى هيبقى في قضية في مجلس الدولة، بس ان شاء الله ما توصلش قضايا ولا غيره. لو في تظلم ممكن يتم دراسة الملف وان شاء الله بيخرج النزيل. كده كده مصلحة السجون بتعمل فحص الملفات بشكل دوري، بتقدم الناس اللي هم ممكن تنطبق عليهم الشروط وبيتم الموافقة وبتخرج. طيب هتيجي حضرتك تقول لي الملفات دي بيتم مراجعتها وفق آلية معينة، والمدة اللي ممكن أنا أتكلم فيها في موضوع العفو. هقول لحضرتك لازم عشان تتكلم في عفو لازم يكون قضيت تلت المدة دي، وما تقلش عن 4 شهور. يعني لو واحد لا قدر الله واخد سنة، يبقى لازم أن يكون مقضي منها على الأقل 4 شهور، قضى 4 شهور بعديها ممكن ان شاء الله يخرج. طيب العفو الافراج الشرط اللي هو الافراج الشرط ده لازم يكون مقضي نص المدة، بعد نص المدة بيخرج لو انطبقت عليه شروط الافراج، اللي هي زي ما احنا قلنا ما يكونش خطر على الامن العام، يكون حسن السير والسلوك، يكون تقارير الصدر عنه في مصلحة السجون بتقول ان النزيل ده تم تأهيله تأهيلا جيدا، بشكل ان هو ما يكونش خلاص يعني قصة الجريمة والكلام ده كله ما عادتش، وبقى انسان يقدر يتواكب ويندمج في المجتمع من اول وجديد. طيب في اماكن تانية للتقديم، في مجلس النواب، في مجلس الوزراء، ممكن تقدم على عفو على عفو رئاسي في بشتى الطرق. يعني اللي انا عايز اوصله لك ان النهاردة مفيش حد يشتغلك ويقول لك انا هعمل وانا هسوي، انت الاجراء ممكن تعمله بنفسك، ممكن تتوجه
لو ليك اي حد نزيل باحد السجون موضوع مش محتاج، لو انطبقت عليه الشروط هيخرج، ما انطبقتش عليه الشروط في لو ما خرجش في 24 ابريل الجاي هو عيد تحرير سيناء، بيخرج في عيد الفطر، بيخرج، لان الكلام ده كله تقريبا كل 3 او 4 شهور بالكتير بيكون في لجنة عفو رئاسي، والافراج الشرط طول بعد يعني طول موجودة طول العام، يعني لو قضى نص المدة وانطبقت عليه الشروط بعد كده بيخرج. مش عاوزين نكتر اكتر من كده لان واضح ان احنا خدنا وقت كتير في الفيديو، لكن لو في اي اسئلة تتعلق بموضوع الافراج او العفو الرئاسي احنا حاضرين تحت امر الجميع، وبنستقبل اي اسئلة وبنرد عليها في الحال وتحت امركم. ولكن قبل ما نختم الفيديو فضلا وليس امرا، لو لسه حضرتك ما اشتركتش في القناة ياريت تدعمنا معنويا وتفعل زر الجرس وتتصدق علينا باي لايك عشان يوصلك كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.